صباح الهنا صباح النصر عن جدارة زي ما بيتقال كده. وامبارح استمتعنا بجد يعني ماتشات جميلة، واستمتعنا بدولة المغرب، واستمتعنا بالمنتخب وباللعب وبالمفاجأة اللي كانت عظيمة جدا. هنتكلم في كل التفاصيل دي، بس لازم النهاردة نيجي وبداية الحلقة كده وبداية الأسبوع ونهني أنفسنا، لأن بجد بجد اللي المغرب مقدماه سو فار أو على الأرض حاجة لازم الواحد يشيد ليها، ولازم يقول يعني بجد شابوه برافو منتخب المغرب، أنتوا أكثر من رجالة على الأرض بجد. لا في تفاصيل كتيرة. صباح الخير يا كريم. صباح الفل يا نهاوند، وصباح الفل على كل حضراتكم مشاهدي قناه الاهلي بكل مكان. بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. اكيد حلقتنا النهارده هيكون اطارها العام من الفرحه، لان الحقيقه المغرب بتعزف مزيكا، المغرب عامله عظمه، المنتخب المغربي بيكتب اسمه واسماء اللعيبه اللي فيه واسماء الجهاز الفني بحروف من نور في كتب التاريخ. اللي بيحصل ده غير مسبوق، واللي حصل ده بياخدنا كلنا كعرب وكافارقه ويحطنا في نظر العالم كله في مرتبه جديده تماما، غير مسبوق اللي بيحصل ده. انا عاجبني جدا. بص يا كريم، مش بس المغاربه، كلنا كعرب كان طموحنا ان المغرب توصل لدور ال 16، يعني كنا بنقول يا رب. صحيح. وجي بعد كده لقيت المغرب بترفع سقف توقعاتك، وبتلاقي ان الدنيا ماشيه معاك كويس جدا وعن جداره مش بالصدفه. يعني في منتخبات بتفوز بالصدفه وشفناها على فكره المونديال ده، لكن المغرب يا كريم مش بتفوز بالصدفه، المغرب بتفوز عن جداره، في لعب محترم بيقدم، مدير فني اكثر من محترف بجد، وليد الركراكي شابوه. هنتكلم في كل ده، هنتكلم عن التصريحات المختلفه، هنتكلم عن حالات الحزن اللي شفناها كمان من اللعيبه العالميين امبارح. كريستيانو رونالدو مع طبعا انا اعشق كريستيانو زي ما كل حضراتكم يعني الناس اللي بتتابعنا عارفين، بس انا امبارح كنت سعيده جدا بالمغرب. يعني طبعا كريستيانو بالنسبه لي حاجه كبيره، بس انا بالنسبه لي برضو منتخب المغرب لا هو اللي يفوز مفيش مشكله، بس طبعا اللحظه كانت مؤثره طبعاً. وشفت طبعاً. قبل كده برضو ليفاندوفسكي وهو بيعيط، شوف نجوم، والله اعلم ميسي برضو هيعيط ولا لا، بس يعني برضو كل شيء جايز. لكن فعلا كاس العالم ده مختلف. ولو هتقول بقى على التوقعات، على فكره توقعات عشان كل مره بقول قبل الماتشات والله بتطلع صح، انا اقول النهائي بتاع المونديال ده الارجنتين مع فرنسا. والله يا دينا هنستنى قالت مش يمكن تحصل مفاجاه مدويه استكمالا بقى لسلسله مفاجات المغرب يعني؟ مش وارد. والله انا يعني نفسي زي كل العرب نفسنا، بس يعني مغرب وفرنسا دلوقتي هتبقى المباراه القادمه الاربع تقريبا، هتبقى مباراه صعبه اكيد، وهتبقى مباراه قلبك هيبقى فيها فاهم الان، لكن ربنا مع المغرب. يعني برضو احتاج تقول مغرب وفرنسا، المغرب انا بشجعها في كل حاجه أكيد. بس بعد أكيد. كده منتخب فرنسا بصراحه اللي كمان من اللقطات اللي رائعه جدا، وناس كتير ووسائل الاعلام العالميه كلها ركزت قوي مع اللي حصل ده، فكره ان المغرب مش بس كان بيلعب في كل الماتشات وهو مصحوب بدعوات العالم العربي كله، بعيدا عن دعوات العالم العربي، دعوات الامهات كانت حاضره بمنتهى القوه، وخصوصا في مباراه الامس. امبارح شفنا تقريبا معظم اللعيبه بوليد الركراكي شخصيا، كل واحد فيهم بعد يعني مع انتهاء المباراه اللي بيبوس ايد والدته، اللي بيبوس راس والدته، اللي بيرقص مع والدته زي سفيان في ارضيه الملعب، شويه شطات الحقيقه كلها حاجه تفرح وتسعد وتشرف وتخلينا كلنا ملؤونا الفخر بالمعنى الحرفي للكلمه. وشفنا جورجينا وهي زعلانه برضه. ودي حزت في قلوبنا كلنا برضه ما نخبيش عليها. زعلتنا. طبعا. يعني هنتكلم في كل خلي بالك في ناس قاعده للمونديال سايبه الماتشات وبتركز في ايه؟ مثلا ملكه جمال كرواتيا اللي كانت خاربه الدنيا في المدرجات، الناس كلها بتدعي لكرواتيا عشان تكمل، حاجات كده بقى. هيبان على كل حال، لكن المونديال ده بيحمل العديد من اللقطات اللي لازم نقف عندها بصراحه. زي ما كريم اتكلم امبارح، فرحه المنتخب المغربي في الملعب وفي الاحتفالات من قبل اللعيبه كانت مشاهد اكثر من محترمه واكثر من جميله، وبرده انعكاس لمجتمعاتنا العربيه اللي فيها نوع من برضو الإنسانية، لسه عندنا الأصول، لسه عندنا العادات اللي احنا تربينا عليها، الأم الأهل ليهم مكانة كبيرة جدا مهما حصل، الدعم اللي الأهالي بيدوه لأولادهم، كنت أقول عيالهم مش مشكلة عيالهم طب ما هي عيالهم بروح ناس بعيد. لا بجد بونو امبارح برضو ياسين بونو وابنه الصغير، لو انت شفت اللقطة دي كانوا بيحتفلوا في الملعب بعد الفوز. يعني كلها لقطات طبعا هنتكلم في تفاصيلها على كل حال، وهننطلق كمان بمداخلة مع زميلنا العزيز جدا احمد عويس من الدوحه مباشره، عشان عويس دايما بيعودنا ان هو كريم بيحكي لنا المشهد لحظه بلحظه كاننا موجودين هناك بالظبط، بينقل لنا المشاهد والاحداث ايه اللي بيحصل، الكواليس كمان، الاحتفالات كانت عامله ازاي، في نقاط كتير عايزين نتكلم معاه فيها. هو المغرب اصلا وصل لده ازاي يا جماعه؟ برضو لما تيجي تفكر كده كمنتخب عربي وكره قدم عربيه بتنافس
مع كرة قدم عالمية وحاجة سابقاك بمراحل وبإمكانيات وغيره، لكن أنت قادر أن أنت تنافس، ومش بتنافس بس وخلاص، لأ أنت بتنافس وبتفوز. صحيح. فبجد إحنا محتاجين نقف عند النقاط دي بالظبط، إيه اللي المغرب بتعمله، لعل وعسى كمان لو طبق في بعض الدول العربية المختلفة نستفيد. أكيد، لأن هي تجربة جديرة بالتأمل وجديرة بإن إحنا نذاكر المشوار اللي حصل ده، لأنه فعلا زي ما أنت قلتي من شوية يا نهاوند، اللي حصل ده ما ينفعش أصلا فعلا يكون صدفة. لو حصلت صدفة هنقول ماشي، فازوا على بلجيكا، فازوا على كندا، لكن اللي حاصل ده لا، ده فيه فكر ممنهج وفيه روح قتالية على أعلى مستوى. الحقيقة أسود الأطلس شرفونا يعني بكل ما تحمله معنى يعني الكلمة دي من معنى، وحقيقي فرحونا فرحة غير مسبوقة، وكلنا ما كناش متوقعين اللي بيحصل ده. وبالتالي نرجع ونقول المنتخب المغربي رفع سقف توقعاتنا، بالزبط. ومستنيين نشوف المغرب إن شاء الله في الفاينل.